बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पेज नंबर 17 से 18 से शुरू करेंगे। तदरीब 40 है। बिस्मिल्लाह करें। पढ़ना शुरू करें आप। अलवाहिदतुल उला, ठीक। अल तहियतु व तआरुफ, अल दसुस سابع، ठीक है, 10 صحابه सही हो गया। التدريب الثلاثة، التدريب الثالث، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، مثال طالب أولى، أو طالب الأول. طالب الأول، السلام عليكم طالب طالب الثاني، طالب الثاني، طالب الثاني، طالب الثاني، وعليكم السلام. طالب الأولى، كيف طالب حالك؟ الأول، طالب الأول، كيف حالك؟ طالب الثاني، بخير والحمد لله. طالب الأول، ما جنسيتك؟ طالب الثاني، أنا باكستاني. طالب الأول، أهلا وسهلا. पाकिस्तानी, तुर्कीया, सूरी। आप इस तुर्की औरत के साथ आपने ये सवाल जवाब करने। सही। तालिबुल अव्वल, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। तालिबुल सानी, तालिबतु सानिया, क्योंकि ये औरत है। तालिबतु सानिया, وعليكم السلام، وعليكم السلام، ठीक है। وعليكم السلام. طالبة الأول، كيف حالك؟ طالبة الأولى، كيف حالك؟ طالبة الثاني، بخير والحمد لله. ثانية، طالبة الثانية، بخير والحمد لله. طالبة الأول، ما جنسيتك؟ طالبة الأولى، أولى، طالبة الأولى، ما جنسيتك؟ طالبة الثانية، أنا ثانية. باكستان. طالبة الثانية، أنا تركية. طالبة أول، أولى أولى أولى، طالبة الأولى، أهلا وسهلا. طالبة الأول، السلام عليكم. طالب الأول، طالب الأول، السلام عليكم. طالب الثاني، وعليكم السلام. طالب الأول، आपकी आवाज बंद हो गई है। ठीक है। طالب الأول، كيف حالك؟ طالب الثاني، بخير والحمد لله. طالب الأول، ما جنسيتك؟ طالب الثاني، أنا سوري. طالب الأول، أهلا وسهلا. طالبة الأول، طالبة الأولى، طالبة الأولى، السلام عليكم. طالبة الثاني، ثانية، طالبة الثانية، وعليكم السلام. طالبة الأول، طالبة الأولى، طالبة الأولى،
एक हाल पूछने है और दूसरी नेशनलिटी पूछनी है, दो सवाल है बस। طالبة الأولى كيف حالك؟ طالبة الثانية أنا بخير. والهم طالبة طال طالبة طالبة أو أولى أولى طالبة الأولى ما جنسيتك؟ طالبة الثاني أنا ثانية مصر. طالبة الثانية أنا مصرية. طالبة الأول أولى أولى أهلا. طالبة الأولى أهلا وسهلا. طالب الأول طالب الأولى طالب الأول السلام. يعني مرد، لكن مرد کو کہتے ہیں طالب الأول، عورت کو کہتے ہیں طالبت الأولى، مرد کو کہتے ہیں طالب الثانی، عورت کو کہتے ہیں طالبت الثانية. صحيح. طالب الأول السلام عليكم. طالب الثاني وعليكم السلام. طالب الأول كيف حالك؟ طالب الثاني أنا بخير شكرا الحمد لله. طالب الأول ما جنسيتك؟ طالب الثاني أنا تركي. ठीक हो गया। طالب الأول أهلا وسهلا. التدريب أربع. التدريب الرابع، التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. طالب الأول ما اسمك؟ طالب الثاني اسمي بدر. طالب الأول من أين أنت؟ طالب الثاني أنا من تركيا. طالب الأول هل أنت تركي؟ طالب الثاني نعم أنا تركي. طالب الأول أهلا وسهلا. طالب الأول ما اسمك؟ طالب الثاني اسمي إقبال. طالب الأول من أين أنت؟ طالب الثاني أنا من باكستاني. أنا من باكستان باكستاني. باكستان ملک کا نام یوز کرنے ہے، أنا من باكستان. من أين أنت؟ أنا من باكستان. طالب الأول هل أنت باكستاني؟ طالب الثاني نعم أنا باكستاني. طالب الأول أهلا وسهلا. نام، جگہ، نیشنلٹی، تین چیزیں پوچھنی ہیں. صحيح. طالب الأول ما اسمك؟ طالب الثاني اسمي أنور. طالب الأول من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ طالب الأول من أين أنت؟ طالب الثاني أنا من سوريا. طالب الأول هل أنت سوري؟ هل أنت سوري؟ طالب الثاني نعم أنا سوريا. أنا طالب سوري، الأول نشنلٹی کی بات کر رہے ہیں. أنا سوري. طالب الثاني أنا نعم أنا سوري. طالب الأول أهلا وسهلا. طالب الأول كيف حالك؟ طالب الثاني طالب الأول نام پوچھنا تھا آپ نے. اسمك؟
طالب الثاني. أنا سعيد. أنا سعيد. اسمي سعيد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسمي سعيد. اب كا سے ہیں آپ. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ طالب الأول. من أين أنت؟ طالب الثاني. أنا من مصر. ٹھیک ہے. طالب الأول. هل أين أنت؟ هل نہیں نہیں آپ آپ نے پوچھنا ہے کیا آپ مصری ہو. هل أنت مصري؟ طالب الثاني. نعم أنا من مصري. طالب الأول. أهلا وسهلا. اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما اسمك؟ اسمي غلام مصطفی. كيف حالك؟ أنا بخير شكرا الحمد لله. من أين أنت؟ أنا من باكستان. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. هل أنت من سوريا؟ لا أنا من باكستاني. من باكستان. مع السلامة. مع السلامة. الوحدة التحية والتعارف. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الخمسة. ثامن. السابع. ثامن. السابع. ثامن. 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 لکھ کے دکھاؤں. جی. الدرس ٹھیک ہے. ثامن. الدرس الثامن. الدرس الثامن. القراءة. 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 التدريب الأول. انظر واستمع واقرأ. انظر واستمع واقرأ. أنا. أنت. أنت. هو. هي. طالب. مدرس. طبيبة. مهندسة. هذا. هذه. التدريس السابع. سادس. التدريب السادس. سادس. التدريب السادس. انظر واستمع واقرأ. هو طالب. هي طالبة. هو مدرس. هي مدرسة. أنا تركي. أنا من سوريا. أنا مهندس. أنا من باكستان. هي مصرية. جو اگلا چپٹر ہے یہ سارا کا سارا رائٹنگ کا ہے. تو یہ جب آپ کے پاس کتاب ہوگی پھر آپ مجھے یاد کرا دینا انشاءاللہ. ہم اس ٹائم اس کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. یہ پڑھیں. الوحدة الثانية. الأسرة. اسرا کسے کہتے ہیں؟ اسرا فیملی کو. بالکل کریکٹ. الوحدة الثلاث. الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة.
No, Sania, Sania. ये जो भी आपने पढ़े ना अलवाद है तो सानिया ये सानिया दोम दूसरा अल वहदतु सानिया अल उसरा अद्दर्सुस अशरा आशिर अद्दर्सुल आशिर अद्दर्सुल आशिर अल हिवादुल अव्वल انظر واستمع واعد علي السلام عليكم عمار وعليكم السلام علي هذه صورة أسرتي عمار ما شاء الله من هذا علي هذا والدي عدنان وهو مهندس عمار ومن هذه علي هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة عمار ومن هذا علي هذا أخي عيسى وهو طالب عمار ومن هذه علي هذه أختي عبلة وهي معلمة 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 وهي معلمة وهذا جدي ठीक है وهذه جدتي 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 عمار ما شاء الله कोई मुश्किल लफ्ज इसमें मेरे ख्याल से एक ही आया था ये हादी सूरतु उसरती हाजी का मतलब है ये सूरा का मतलब है तस्वीर उसरा का मतलब होता है फैमिली और उसरती मेरी फैमिली सही है सूरा उसरती ये मेरी फैमिली तस्वीर तारुफ करवा रहे मोहंदी सुन सही है तबीबा अली हादी उख्ती अबला वही मुअल्लिमा अबला टीचर को कहते हैं अबला नाम है इस औरत का ये जो तस्वीर में औरत बनी हुई है ना इसका नाम अबला है अच्छा 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 हादी उख्ती अबला वही मुअल्लिमा मुअल्लिमा वहादा जद्दी वहादी जद्दती जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना उसी टाइम जरा सा भी शक हो किसी लफ्ज का पूछ लिया करें सही है ये जद्दी जद्दती अच्छा जी ये देखें जद का मतलब होता है दादा अबू जद्दा का मतलब होता है दादी अब जद्दी मेरे दादा अबू जद्दती मेरी दादी सही है जद्दा दादा जद्दती दादी सही है अल मुफरदात अल अर्ज उन्जुर वस्तमी वाइद सूरह 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 उसरह जद्दा जद जद्दा इसको हम जद्दुन पढ़ें या सिंपल जद पढ़ें और इसको जद्दा सही है जद जद्दा मुअल्लिमा तालिब मुअल्लिमा मुअल्लिमा तालिब वालिदा वालिद तदरीब सिल्लु बैन अल कलिमति व सूरतिल मुनासिबा ये तो जब ये आप पूछ सकते हैं ना बुक दिलाती है या फिर आज क्लास के बाद एक और ट्राई करते हैं ठीक है क्लास के आखिर में याद कराने कोई चीज हम ट्राई करेंगे अगर वो हो जाए तो आरजी तौर पर उसे गुजारा कर लेंगे ठीक है ये वैसे त्या आप पेज नंबर नोट कर लें पेज नंबर 29 वो नोट मैंने कर लिया हाथों हाथों कल के भी कर लिए थे और ये वाले भी कर रहा हूँ मैं ठीक हो गया नेक्स्ट
الوحدة الثانية الأسرة الدرس العاشر واحد الدرس الحادي عشرة الدرس الواحد عشرة أحادي حادي أحد عشرة أحد عشرة الحوار الثاني انظر واستمع واعد عمر هل هذه شجرة عثمان نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم عمر صلى الله عليه وسلم عثمان هذا والد عبد الله عمر والده عبد الله عمر وهذه والدته آمنة عثمان وهذا جده عبد المطلب عمر وهذا عمه العباس عثمان وهذا عمه حمزة عمر وهذا عمه أبو طالب عثمان وهذه عمته صفية عمر وهذا ابنه القاسم عثمان وهذا ابنه عبد الله عمر وهذا ابنه إبراهيم عثمان هذه ابنته فاطمة عمر وهذه ابنته أم كلثوم كوي مشكل لفظ نعم الحمد لله سب كليئر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک ہے بالکل الوحدة الثانية الأسرة الدرس أحد عشرة نہیں نہیں آہم نہیں ہے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں پھر ٹھیک ہو گیا صحیح ہے الدرس الحادی عشرہ حادی عشرہ حادی ہاں المفردات العرض انظر واستمع واعد شجرہ عدنان ام عمة ابنة یہ سوال جب بک ہے تو پھر اس ٹائم اس کال کریں گے پیج نمبر 31 پیج نمبر 31 صحیح الوحدة الثانية أسرة الدرس الحادي یہ تو 12 ہے ثانی عشرہ الدرس الثانی عشرہ الدرس الثانی عشرہ الام هذا اذان الفجر الاب الله اكبر الله اكبر اين اولاد اين ال اين ال اين الاولاد الأم سعد في الحمام يتوضأ سعد في الحمام يتوضأ الأب وأين سعيد الأم سعيد في الغرفة يقرأ القرآن الأب وأين سعيدة الأم سعيدة في المصلي تصلي
film musalli tusalli ye film musalla ye alif maksura isko kehte hain asaan lafzon mein jis ya ke sath nukte nahi lage hote usko hum nahi padhte alif ki awaaz nikalte hain film musalla film musalla tusalli theek ho gaya sahi hai film musalla tusalli al ab ayn al mi'taf sa'ad hada huwa huwa mi'taf ya walidi hada huwa al mi'taf hada huwa al mi'taf ya walidi al ab wa ayna an nazara sa'id hadhihi هذه هي النظارة يا والدي الأب هيا بنا إلى المسجد سعد وسعيد هيا بنا اس میں مجھے آخر کے دو الفاظ نہیں سمجھنا ہے حیا بنا جی باقی میرے طرف تو سمجھ میں آ گیا چشمے کا حیا بنا کا مطلب ہے آؤ چلتے ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں چلو چلتے ہیں صحیح ہے حیا بنا الی المسجد سعد و سعید حیا بنا سعد و سعید ان کے ساتھ مسجد چلے گا صحیح ہے میرے طرف تو چشمے کو کہتے ہیں نا اور نظارہ نظر کے چشمے کو میرے طرف کوٹ کو کہتے ہیں اور نظارہ چشمہ ہاں جی کوٹ جو ہم سردیوں میں پہنتے نا کوٹ بولا کوٹ اور یہ بس بتا رہے کہ مرد کے لیے فیل کے ساتھ ہم یا لگاتے ہیں اور عورت کے لیے فیل کے ساتھ تا لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے بس اور کوئی سوال نہیں یہ تو کلیئر ہے الحمدللہ الوحدة الثانية الأسرة الدرس الثاني عشرة المفردات العرض انظر واستمع واعد مسجد مصلى القرآن هيا بنا پڑھیں گے نا اسے جی بالکل حیا بنا نظارہ معصف غرفہ حمام يتوضأ يقرأ مصلي ام اب اذان الفجر اولاد ابن ٹھیک ہے جی یہ جو اگلا سوال ہے انشاءاللہ جب کتاب آئی پہ کریں گے پیج نمبر 33 ہے التدريب الأول الوحدة الوحدة الثانية الأسرة الدرس 13 الدرس 13 13 المفردات الإضافية العرض انظر واستمع وعد ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ويسے مذکر چیزوں کے لیے تسعة عشرة ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی کچھ سوال ہے انشاءاللہ پھر جب کتاب ہوگی تو حل کر لیں گے پیج نمبر 35 ہے انشاءاللہ الوحدة الثانية الأسرة الدرس 14 الدرس الرابع عشر الدرس الرابع عشر التدريب الأول تبادل السؤال سؤال تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين مثالين
المثال الأول طالب الأول أين المعطف طالب الثاني هذا هو معطف هو المعطف هو المعطف أين المعطف هذا هو المعطف هو والمعطف correct أين المعطف هذا هو المعطف المثال دوم المثال الثاني المثال الثاني طالب الأول أين الغرفة طالب الثاني هذه هي الغرفة هذه هي الغرفة आप सवाल पूछें बेटा कहाँ है طالب الأول هذه ابن आपने कहना बेटा هذا ابن आपने पूछना अइन अल इब्नु इब्न के साथ अलिफ लाम लगा देने ताकि एक खास बेटे की बात हो जाए अइन अल इब्नु बेटा कहाँ है أين الابن أين الابن هذا هي الابن هذا هو ابن ابن مذكر ہے هذا هو الابن هذا هو الابن أين المصلي أين المصلى کیونکہ یہ نقطے نہیں ہیں أين المصلى هذا هو مصلى هو المصلى الف لام لگا دینا تاکہ خاص مصلى بن جائے هذا هو المصلى أين المسجد هذا هو المسجد أين الحمام هذا هو الحمام أين الصورة هذه هي الصورة أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الإبنة؟ هذه هي الإبنة. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس رابع الدرس الرابع عشرة الدرس الرابع عشرة التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول المثال الأولى طالب الأول طالب الأول أين سعيد؟ طالب الثاني سعيد في الغرفة يقرأ القرآن المثال الثاني طالب الأول أين سعيدة؟ طالبة الثاني طالبة الأولى طالبة الأولى أين سعيدة؟ طالبة الثانية سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن آپ سوال پوچھیں کہ سالے کہاں ہے صالح سالے کہاں ہے سوال پوچھیں عربی میں اینا صالح اینا سالے کریکٹ
Aina Salih. ठीक है जवाब दें आप. Aina Salih. Salih al Masjid. Salih fil Masjidi. Yusalli. Salih fil Masjidi. Yusalli. Salih fil Masjidi. Yusalli. ठीक हो गया. Aina Salih. Salih fil Masjidi. Yusalli. Aina Saliha. Saliha fil Musalli. Musalla. Fil Musalliha. Aina Saliha. Saliha fil Musalla. Tusalli. Aina Sharif. Sharif fil Hammam. يتوضا. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضا. الوحدة الثانية الأسرة الدرس خمسة عشرة. نيني خمسة نيني. سبع عشرة. الدرس الرابع عشرة. الدرس الرابع عشرة. التدريب الثالث. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال طالب أول من هذا؟ طالب الثاني هذا والدي عدنان هو مهندس. والد عدنان مهندس. هذا والدي عدنان هو مهندس. من هذا؟ هذا عمه. अम्मी आम के साथ या जोड़ देंगे तो बन जाएगा अम्मी मेरे चचा. हाजा अम्मी. अम्मी उमर. हाजा अम्मी उमर ये मेरे चचा उमर है. हाजा अम्मी उमर हुआ मुदर्रिसुन. मन हाजा. हाजा जद. जद के साथ या जोड़ दें. جدي سالم. هذا جدي سالم هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح هو طالب. من هذا؟ هذا صديقي علي هو معلم. هو معلم. ठीक है. التدريب الرابع. التدريس الرابع حول كما في حول. المثال حول. yes حول کا مطلب ہوتا ہے convert کریں تبدیل کریں change کریں. صحیح. حول كما في المثال. المثال طالبة الأولى. طالب الأولى. طالب الأول. هذا والدي عدنان. طالب الثاني. هذا والده عدنان. محمد بیٹا باجاؤ پڑھ رہا ہوں. والدة ختیجة. هذه والدة. پہلا کہے گا والدہ کے ساتھ یا جوڑنا ہم نے تو بن جائے گا میری والدہ. هذه والدی ختیجة. والدتی. یہ لکھ کے دکھاؤں یا سمجھا گئے؟
Agya. Chale. Hadihi walidi Khatija. Walidati. Dekhi le banke. Tayazati. Hadihi walidati Khatija. Ye dekhiye walida lafz hai na. Ji ji. Walida lafz hai. Iske saath hum jod denge ya. Walida ka matlab hai ammi aur ye ka matlab hai meri. To ye ban gaya walidati. Meri walida. Sorry. Theek ho gaya? Ji. Samajh aa gayi? Ji ji janab. Awaaz band ho gayi. Awaaz aa rahi hai? Ji ji samajh aa rahi hai alhamdulillah. Theek ho gaya. To pehle student ne kaha hazihi walidati Khatija, ye meri walida Khatija hain. Dusra kya kahega? دوسرا کہے گا یہ اس کی امی ختیجہ ہیں هذه والدہ والدہ ختیجہ والدتہ والدتہ ختیجہ صحیح ہے اس کی سپیلنگ یوں گے والدتہ ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہے ٹھیک ہے هذه والدتي خديجة هذه والدته خديجة هذا ابن علي ٹھیک ہے هذا ابنی علی یا جوڑنے هذا ابنی علی یہ میرا بھائی بیٹا ہے علی هذه هذا ابنه علی هذا ابنہ علی یہ اس کا بیٹا ہے ہادی اختی سلمہ ہادی اختی ہی سلمہ اختہ سلمہ ہادی امتی عائشہ अम्मा किसको आंटी को बोलते हैं पप्पू आंटी हादी अम्मती आयशा हादी अम्मतु आयशा हादी अम्मतु आयशा हादा अम्मी उस्मान هذا عمي عثمان هذا عمه عثمان هذا صديقي احمد هذا صديقه احمد صديقه احمد ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہاں سے الکلام شروع کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں آج تو الحمدللہ